باركور المغرب كيشي فارقو مالي اتغاو كيجمعو اللي جا في الطريق وكاع ما بغاو يمرقو وبنادم هارب كيشي ساطا جيلي عاشي فارقو دلي فهم القلب كيشفر بالستيل وماشي بالكاغور ميمشي عندها البكياغول غا تحبس باش نقتل. السلام عليكم. تدوينات على فيسبوك منذ سنتين ورسالة من مجهول تؤدي إلى التحقيق واستنطاق ومحاكمة أكثر من 25 قاضي في أسبوع واحد. يا إلهي، إنه خبر ضخم عملاق صادم، أهم خبر في هذا الأسبوع، يصيب أهم مؤسسة في المغرب. لكننا نعيش في بلد بدون إعلام، لهذا نحاول أن نغطي هذا الفراغ، وشكرا على دعمكم للإعلام البديل. للأسف في هذا البلد لا يتم التركيز على أهم الأخبار التي تهم وتهدد مستقبل المواطن والبلد، ويتم التركيز فقط على التفاهة الملولية والحساسية التي تزيد الأغبياء غباء على غبائهم. وهنا المشكلة مشكلة الإعلام وليس هؤلاء. يتم التحقيق مع نوعين من القضاة 25. النوع الأول قضاة يواجهون شبهات الرشاوة والفساد وغيرها. أرسل شخص مجهول يعتقد أنه قاض سابق رسالة مجهولة تضم 22 قاضي، يقول أنهم ارتكبوا تجاوزات خطيرة منها تلقي رشاوة وفساد وغيرها. مثلا هناك قاضي يستنطق بسبب شبهة تلقيه أموال من مقاول لإصلاح منزل، وقاض آخر قضيته تتضمن تسريب شريط صوتي يظهر محاولات استيلاء على عقار من طرف شركة وهمية، إلى غيرها من التجاوزات التي يشيب لها الرأس كما يقال. وحسب ما جاء من تفاصيل في الرسالة فإن الرجل مطلع على كل تلك الملفات بشكل دقيق. والمصيبة والطامة الكبرى أن 22 قاضي الذين يتم استنطاقهم كلهم من محكمة واحدة، وهي محكمة الرباط العاصمة. يا خرابي، يا إلهي، مصيبة وطامة كبرى. أيوة يا حلال، أولي 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 عباد الأولي أحمد يا حقويا. إذا كان كل هذا في محكمة واحدة، وأين محكمة العاصمة، عاصمة المغرب الرباط؟ فماذا سنقول عن بقية المدن؟ ماذا عن مراكش التي حكم فيها الحقوقي المديمي رغم إنكاره التهمة؟ مراكش حيث سمعنا تسجيلات صوتية تثبت أن الأحكام القضائية تسرب قبل المحاكمة. دونية منشور نافذة تتهى عام نافذ شهيش عموس وكلنا نتذكر قضية سمسار القضاء كذلك. هذه حالات تم رصدها، أما غير ذلك فكلنا نعلم كيف تسير الأمور. ما يثير استغرابي الشديد هو لماذا عندما ينتقد المواطن مؤسسة القضاء أو الأمن يتهم بتهمة إهانة هيئة منظمة أو التبخيس من عمل المؤسسات؟ أليس هذا فساد تم رصده من طرف الدولة نفسها؟ ألا يمكننا أن نقول أن هناك فساد في القضاء ويجب أن نحارب هذا الفساد؟ الطامة الكبرى وسأكررها، كيف 22 قاضي في محكمة واحدة تم كشفهم بسبب رسالة واحدة وفي العاصمة الرباط؟ أولا أين المراقبة؟ هل يجب أن يكون هناك في كل محكمة شخص يرسل رسائل سرية لكي تتحرك السلطات لرصد الفساد في أهم جهاز في الدولة القضاء قلب الدولة؟ إذا وصل الفساد للقضاء فاغسل إيدك كما يقال على أن هناك دولة أصلا اسمها المغرب. وللأسف إذا الغياب المراقبة، نحن نشجع أي صاحب ضمير في كل مؤسسة من مؤسسات الدولة أن يرصد التجاوزات ويوثقها ويرسلها في رسالة مجهولة لعدة جهات بعيدة عن أيدي تلك المجموعات التي تكون في مدينة واحدة كل جهة تغطي على الأخرى مثل العصابة، وأن يرسل تلك الرسالة لعدة مؤسسات ما دامت هذه الوسيلة هي الوسيلة الوحيدة التي أثبتت لحد الآن فعاليتها. وسنرى وسنتابع مآل هذا التحقيق وإلى أين سينتهي. النوع الثاني من القضاة الذين يتم استنطاقهم بل محاكمتهم هم قضاة الرأي. قضاة تتم محاكمتهم بسبب تدوينات على فيسبوك منذ سنتين، ويتعلق الأمر بكل من القضاة عبد الرزاق الجباري وعفيف البقالي ودريس معطلة وفتح الله الحمداني. تدوينات منذ 2018 فقط لأنهم مارسوا حقهم في الانتماء الجمعوي والتعبير وبعض الانتقادات الطفيفة. هؤلاء القضاة لم يتم ذكرهم في أي رسالة مجهولة ولا تحوم حولهم أي شبهات، لكن السلطات رصدت تدويناتهم التي فيها شيء من الانتقاد. أما 22 قاضي الذين تحوم حولهم شبهات خطيرة لم يتم رصدهم أو مراقبتهم، بل مجرد شخص ذو ضمير منوش بهم جميعا في رسالة واحدة. هنا تتضح الصورة ونعرف ما تراقبه السلطات، تراقب أصحاب الضمائر. أما من يعيث في الأرض فسادا فهو يمرح دون حسيب ولا رقيب.
إذن ما قاله عفيف البقالي أحد قضاة الرأي في تدوينته صحيح تماما. تقول التدوينة المعنونة بمفارقات القضاء في القضاء فقط فئة تقضي وأخرى يقضى عليها وثالثة يقضى بها، طائفة تكتري شققا وأخرى تسكن الفيلات، أولى مثقلة بالديون والثانية لها فائض من الأصول يغنيها طول العمر ويغني الأبناء والأحفاد. ويضيف: هنا فقط تجد من ينتظر آخر الشهر، بينما في المقابل تجد من لا يبالي لأنه يملك ملايين عادة. في القضاء قد لا تحاسب على أصولك وثرائك، لكن في المقابل قد تحاسب على كلمة وعلى قلم. ولا أدري أهي رسالة لغلق الأفواه وملء الجيوب أم أنها همسة في أذن من لا يفهم، لكن في القضاء من الأفضل ألا تفهم ولا تسمع لكي تعيش شريفا. فالشرف رأس مال القاضي. هذا القاضي الذي كتب هذه التدوينة تم رصد تدوينته ويحاكم، أما القاضي الذي يشتبه في تلقيه ملايين رشوة احتجنا لرسالة من مجهول لكي نستنطقه. أتمنى أن تنتهي هذه القضية كما يجب، والحمد لله أننا ما زلنا نرى أن هناك قضاة يقولون كلمة حق ولا يخافون. القضاء هو الحاكم بين الأطراف المتصارعة في البلد، وهو من يضمن اللعب النظيف. رغم أننا نرى تجاوزات خطيرة مثل الأخطاء والتناقضات التي كشفها المهداوي، أو رفض عمل خبرات علمية، أو مثل الاعتقال الاحتياطي الذي أصبح قاعدة ضد كل معارض، حتى وإن كانت التهمة يتابع فيها الناس في كل العالم في حالة صراح، إلا أن المعارض في المغرب إذا ارتكب تلك التهمة يتابع في حالة اعتقال. نتمنى الأفضل لهذا البلد وننشر القضايا المهمة لمستقبلكم. شكرا لدعمكم وإلى اللقاء. إذن أنا كندفع على هذا البلد المساواة. هذه اتهامات مش الحسابات، هذه اتهامات. ها هو السي خالد عليوة كادي كتاب اعتقال تشتم نشهر واحد اللحظة خرج، عيط له قاضي التحقيق ما تيجيش، عيط له قاضي التحقيق ما تيجيش، وقاضي التحقيق ما قدرش يدير امر بالاحضار، قرأ الدور امر بالاحضار ما بغاش يجي جيبو. نفترضوا المعتمول جيب ما بغاش يسلم، قاضي التحقيق قال له الامر بالاحضار جيبو، وهذاك القرار اللي خداوه في الرباط المعتمول جيب جيبو، وديروه ديروا حتى القايد عليه وما بغاش يجي جيبو. لا هذاك ما تجيبوش. وعلاش؟ واش غير لحقاش الناس اللي كانت ارائهم مزعجه ولا مقلقه ولا كذا ولا كذا غنكونوا متشددين معاهم، ولا كان الناس مثلا موالين ولا كذا ولا كذا وخاي ماشي كنشجعوا دابا هكا على شي ممارسات ربما ماشي مزيانه بهذه الممارسه هذه؟ واش قدرنا كيفاش نعيشوا وسط هاد المتناقضات هاد؟ قضيه حامضه لا ديك تفيه حسابات، لا حق خالد عليوه راه رفض التحالف اللي كان في المجلس الجماعي وبغاو يدخلوا شي واحد مقرب من القصر، وخالد عليوه كان ضده وصفوه مع حسابات ياك عاملين بغيو نفس الحمال. حال دابا كنقولوا ملي تقول لهم اجوا المغاربه علاش حنا كنتشدن على الفقراء والمزاليط والمفكرين واصحاب الراي؟ ما كاين حتى وزير في المغرب. ايوا الجزائر كنتاقدوها، هي جوج رؤساء حكومه سابقين في الحبس، وزير سلال والاخر مال الجزائر عندها جوج، حنا ما عندنا حتى وزير في الحبس، جوج وزارة. تونس عندها رئيس الحكومه السابقه وفتحوا معاه، وكاينه متابعه وحكم على بن علي رئيس الدوله اللي قبل منه. موريتانيا ولد عبد العزيز هو المقربين ديالو تمنع من مغادرة التراب الوطني، موريتانيا يلا يلا والجزائر نقولوا تصفيه حسابات يقولك، وتونس واخا موريتانيا مالها، اسبانيا الملك ديال البلاد ما يخرجش ونطعي القيامه وهرب من العداله. علاش حنا المغرب ما نشوفوا دابا هذه في كل مره نسمعوا ها 117 المليار فين هي؟ ما كايناش. وماليها اللي ما كاينش في المحاكمه وفين؟ كيفاش هذا ديال الكازينو ديال السعيدي والملاير كتسمع وراه كيتسى بحال الصراع، زيد ضمان اجتماعي الملاير كتسمع. ديك المره كنسمعوا ابناك تلعبت بالعمله المغربيه، فين مشات ديك التلاعب بالاملاك في 2017؟ الابناك تلعبت بالعمله ديال المغرب، تهمه وقيم. فين هما هاد الناس قدام القضاء؟ اسعار المحروقات حصرعت 117 عفوا 17 المليار درهم اسعار المحروقات، يلا على القيامه فينا هما هاد المحروقات؟ اذا شنو هي الرساله اللي غيفهموا الناس بهذه الطريقه؟ من حلاك.